باين علينا ان احنا مبسوطين زي ما كل الناس مبسوطه، الخطوات ممتازه في التوجه للمونديال، 4 مباريات 4 انتصارات، علامه كامله. مباراه اليابان واستراليا صحت اللي كان متوهم ان الموضوع خلاص شبه حسم، اللي عملوه اليوم الصينيين في المباراه يعطيك اشارات انه ما في مباراه مسلمه وان الخطوات يبغى لها عمل وعمل كبير. فرحانين بالصداره، فرحانين بالعلامه الكامله. المباراه وتفاصيلها كثير راح نتكلم عنها، راح نتكلم عن اللفته الجميله لسمو وزير الرياضه مع المشجع والمواطن الاصيل عاطي الموركي اليوم، والقميص اللي لبسوه اياه وعليه الرقم 1 واستدعاء للمنصه، وبعد المنصه اخذ ووصل للمدرج. هذا التلطف والتبسط والتكريم المستحق يأثر فينا كثير. اكيد عشان نكون واضحين، اكيد احنا في كوره مبسوطين ان احنا تكلمنا في الموضوع. وعشان احطكم بالصوره، الامير كلمني امس بعد الحلقه وقال لي حيصير بكره تكريم لعاطي الموركي. انا شفت الموضوع وفعلا وعجبني، واحنا حابين نبادر ونكرم عاطي الموركي، بس لا تجيبون سيره، احنا نبغى مفاجاه بين الشوطين ونطلع على المدرج ونتكلم معاه. والحقيقه كانت لقطه مؤثره. اعطونا شوف، يعني شوف هذه الصور لعاطي الموركي مع سمو وزير الرياضه الامير عبد العزيز الفيصل. وفي صوره، انا يعني هذه الصوره انا اتوقع ممكن تنحط في احلى جداريه في اي مكان، في اي بيت، ولا عند عاطي الموركي، ولا حتى في وزاره الرياضه واتحاد القدم. الصوره هذه يعني صوره تاريخيه كبيره، الجمهور، وزير الرياضه، عاطي الموركي والرقم 1، والشعر الابيض اللي في راس عاطي الموركي بعد كل هالسنوات، كل هذا الدعم وهذا التقدير. شكرا امير عبد العزيز، يعني بصراحه كانت حاجه جميله جدا شفناها بين الشوطين، يعني اكملت الفرح اللي كان موجود عندنا بالشوط الاول. وفي مقطع فيديو كذا راح نستعرضه لحديث الامير عبد العزيز الفيصل مع عاطي الموركي، موجود يا شباب؟ اعطونا اياه. لا صيني ولا ياباني، سعودي الليله فرحان. الله يسلمك، انت جبت، انت وجه السعد يا سيدي، والجهه الطيبه هذه والجهه الغانمه، فيك محبه الناس، وان شاء الله يدنا واحده ودربنا واحد، وكلنا سلمان وكلنا محمد ان شاء الله. الله يسلمك، الف الف مليون مبروك، ما نبغاكم الا مبسوطين يا رب. سبحان الله، مو بعيد، النيه طيبه، وحنا هنا في البلد الطيب.